الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقرأ في الغرض من إلقاء الخبر، وكما هي العادة المفضلة لدي، أنا أحب دائما أن أبدأ بالقاعدة التي سنسير عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول مستعينا بالله جل وعلا القواعد، فما شاء الله اليوم معنا قواعد وليست قاعدة واحدة. قال أولا: الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، وهذا يا إخوان والله مهم جدا. الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، يعني المطلوب منا لاستيعاب هذا الباب حتى يصبح الواحد منا يفهم المراد من كلام الناس وكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام إلى آخره. فقال: الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، الأول هو ألف إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر. فمثلا تأتي إلى إنسان وتقول له: لقد حضر المعلم، لقد حضر المعلم، وهو لم يكن يعلم بهذا الخبر، فأنت أفدته الخبر فتقول: حضر المعلم. والثاني والقسم الثاني إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، ويسمى ذلك لازم الفائدة. هذا يختلف عن الأول، فمثلا تأتي إلى إنسان هو يعلم الخبر، لكن أنت تخبره لا لتعلمه بذلك الخبر لأنه يعلمه، وإنما ليستفيد أو ليعلم أنك تعلم ذلك الخبر، فهذا يسمى لازم الفائدة. كيف لازم الفائدة؟ يعني أنك إذا أخبرته يلزم من هذا أن تكون أنت عالم. فالمقصود هو هذا اللازم وليس هو نفس الخبر، وسيأتي معنا زيادة إيضاح في الأمثلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم قال، وهو الأمر الثالث: قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق منها ما يأتي، يعني ليس على سبيل الحصر، وإنما السياق هو الذي يحدد. يعني قد تأتي يعني وأنت تتصفح كلام الناس أو كلام غيرك، قد تجد هذه الأغراض، وقد تظهر لك من السياق أغراض أخرى. المهم أن هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما ذكر أمثلة فقط. قال: كالاسترحام مثلا، يعني أن تلقي خبرا إلى إنسان آخر أو إلى غيرك، ليس الغرض منه أن تفيده العلم بذلك الخبر أو لازم الفائدة كما مر، وإنما تسترحمه أو إظهار الضعف أو تحثه على شيء، على السعي مثلا والجد، أو إظهار التحسر أو إظهار الفخر. فمثلا تقول لابنك بعد أن يعني تحصل على نتائج سيئة في الاختبار وهو يعلم ويعلم أنك تعلم، فتقول له: لقد يعني رسبت في المادة الفلانية مثلا، نعوذ بالله من الرسوب. فالمقصود هنا إيش؟ ماذا؟ إظهار التحسر، يعني أنت لا تريد أن تفيده العلم بذلك الخبر لأنه هو يعلم ولا لازم الفائدة، وإنما هناك معنى آخر وهو الاسترحام كما سيأتي. نرجع إلى الأمثلة يا إخواني في الله، حتى هو الأمر واضح على كل حال، لكن كما يقولون بالمثال يتضح المقال، فتتضح الأمور أكثر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. المثال الأول، يقول قائل: ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المثال مفترض في أن تقول هذا الكلام لمن لا يعرفه، تقول له: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، هذا الحكم الأول، وأوحي إليه في سن الأربعين، وأقام بمكة 13 سنة وبالمدينة 10. يعني أنت الآن
لنفترض أنك تخاطب شخص لا يعرف هذه الأشياء فأنت تخبره، فهذا على الأصل الأول يعني. كذلك قولك لمن لا يعرف هذه الأشياء، كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا ولا يجري على نفسه من الفيء درهما. طبعا قلنا الأمثلة الأولى مفروضة لمن مفترضة في من لا يعرف هذه الأحكام حتى يستقيم لنا المثال. المثال الثالث، قال تقول لشخص لقد نهضت يا فلان من نومك اليوم مبكرا، فالآن هو يعلم لأنه هو الذي استيقظ وأنت تعلم، لكن لماذا أخبرته حتى يعلم أنك تعلم؟ وهذا ما يسمى بلازم الفائدة. كذلك تقول لشخص آخر أنت تعمل في حديقتك كل يوم، فأنت هل تريد أن تعلمه؟ يعني هو يعلم لأنه هو الذي يعمل، لكن أردت أن تخبره بأنك عالم بهذا الأمر، فهذا ما يسمى بلازم الفائدة، وهذه أمور واضحة والحمد لله. المثال الخامس، قال يحيى البرمكي يخاطب الخليفة هارون الرشيد رحمة الله على الجميع، إن البرامكة الذين رموا لديك بداهية صفر الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. يعني الآن يعني تدبروا مع هذا المثال، هذا الرجل يخبر الخليفة بأحوال قومه لأنه برمكي، ويخبر عن البرامكة الذين حصلت لهم أشياء في زمن هارون الرشيد، وتلك الأشياء يعني حصلت بعدها أشياء أخرى. المهم هو يخبره بهذا الخبر أو يذكر له هذا الكلام ليس لغرض أن يعلمه، لأن الخليفة يعرف الأشياء، يعرف الأشياء هذه، وإنما يريد أن يعني يجلب رحمته أو يسترحمه أو إلى آخره كما سيأتي معنا في الأغراض. قال الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام، ربي إني وهن العظم مني اشتعل الرأس شيبا. يعني هل تظنون أن الله عز وجل ليس عالم بهذه الأشياء؟ بل الله عز وجل، بل وليس بلا، بل الله جل وعلا عالم بكل شيء. فلماذا يخبر زكريا بهذا الكلام؟ يعني يظهر ضعفه، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع. إذا أردت أن تتوسل إلى الله جل وعلا فإما أن تتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وإما يعني من التوسل المشروع أن تتوسل إليه جل وعلا بإظهار فقرك وضعفك وأنك بحاجة إلى رحمته وفضله ورزقه إلى آخره. فمن ذلك قول زكريا عليه السلام، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. كذلك هناك توسل آخر من باب الاستطراد، سامحوني، يعني أن يتوسل الإنسان بأعماله الصالحة وبدعاء الصالحين، وليس من التوسل المشروع يعني ما نراه بعض الناس يذهب إلى بعض القبور التي يزعم أن أهلها مثلا أناس كانوا صالحين، ولو يعني ولو كان هذا حقا، يعني حتى لو كانوا صالحين في حياتهم، فليس من التوسل المشروع أن تذهب إلى قبورهم وتدعو الله، تزعم أنك إذا دعوت الله في ذلك المكان فالله عز وجل سيستجيب لك، وهذا من الخرافات في الحقيقة. نسأل الله عز وجل يعلمني وإياكم وجميع المسلمين ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. على كل حال، قال أحد الأعراب يرثي ولده، وكذلك هذا بيت جميل جدا، يقول إذا ما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر، فإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر. وتدبروا معي الغرض من إلقاء هذا الكلام. قال عمرو بن كلثوم إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. لماذا يلقي عمرو بن كلثوم هذا الكلام؟ هل يريد أن يفيدنا خبرا أو أن يعلمنا بلازم فائدة
أو يسترحم أو لا، الافتخار ظاهر جدا في هذا الأسلوب، فهو يصف يعني صبيانهم، وهذا يعني غاية في الفخر. حتى أن أظن أنهم قالوا أن أفخر بيت هو هذا، الله أعلم. على كل حال، إذا بلغ الفطام لنا صبي، يعني استغنى عن الثدي، استغنى عن لبن أمه، ماذا يحصل؟ تخر له الجبابر، ليس عموم الناس ساجدين. على كل حال، هذا قول الشعراء. ثم قال المثال التاسع: كتب طاهر ابن الحسين إلى العباس بن موسى الهادي وقد استبطأه في خراج ناحيته، وليس أخو الحاجات من بات نائما، ولكن أخوها من يبيت على وجل. فالبحث قال: تدبر المثالين الأولين تجد المتكلم إنما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه الخبر في كل مثال، ويسمى هذا الحكم فائدة الخبر. المتكلم في المثال الأول يريد أن يفيد السامع ما كان يجهله من، كما قلنا، ما كان يجهله من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإيحاء إليه والزمن الذي أقامه بعد ذلك في مكة والمدينة. وفي المثال الثاني يخبره بما لم يكن يعرفه عن عمر بن عبد العزيز من العفة والزهد في مال المسلمين. طيب، ثم قال: تأمل في بعد ذلك في المثالين التاليين تجد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا ما تضمنه الكلام، مما تضمنه الكلام من الأحكام، لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم، وإنما يريد أن يبين أنه عالم بما تضمنه الكلام. فالسامع في هذه الحال لم يستفد علما بالخبر نفسه، وإنما استفاد أن المتكلم عنه. هذا يسمى لازم الفائدة، ويسمى ذلك لازم الفائدة، وهذا واضح جدا والحمد لله. ثم قال: انظر إلى الأمثلة الخمسة الأخيرة، تجد أن المتكلم في كل منها لا يقصد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنما يقصد إلى أشياء أخرى يستطلعها اللبيب ويلمحها من سياق الكلام. وهنا تظهر الفهوم. فيحيى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد أن ينبئ الرشيد بما وصل إليه حاله وحال ذوي قرباه من الذل والصغار، لأن الرشيد هو الذي أمر به، فهو أولى بأن يعلمه، ولا يريد كذلك أن يفيده أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته، وإنما يستعطفه ويسترحمه ويرجو شفقته، عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البر به والعطف عليه. وفي المثال السادس يصف زكريا عليه السلام حاله ويظهر ضعفه ونفاد قوته، والأعرابي في المثال السابع يتحسر ويظهر الأسى والحزن على فقد ولده وفلدة كبده، وعمر بن كلثوم في المثال الثامن يفخر بقومه ويباهي بما له من البأس والقوة، وطاهر بن الحسين في المثال الأخير لا يقصد الإخبار، ولكنه يحث عامله على النشاط والجد في جباية الخراج. وجميع هذه الأغراض الأخيرة إنما تفهم من سياق الكلام لا من أصل وضعه. فإذا كما قلت، هذا من أنفع الأبواب في باب البلاغة وفي فهم كلام الناس، أن يعني كما يقولون تقرأ ما وراء السطور، يعني لا تقتصر على الألفاظ، وإنما تنظر في السياق إلى ما يريده المتكلم من هذا الكلام. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله عني خيرا، وإلى لقاء قريب بإذن الله تبارك وتعالى.